في هذا الشوط الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، شكرا للزميل سعد بن مثلع العتيبي على التواصل بين الأشواط في هذه الانطلاقات الصباحية. الشوط القادم الذي يسير أمام حضراتكم هو الشوط الخامس في تعداد أشواط هذه الفترة الصباحية، والخاص بالأبكار الثنايا هنا 8 كيلومترات هي المسافة والانطلاق لهذه اللحظات الجميلة ولجملة أشواطنا في فترة هذا الصباح. الانطلاقة تسير مشاهدين الكرام، كذلك تسير كل عيون الأخوة المراقبين والمتابعون هنا في هذا الميدان وخلف شاشات التلفزيون لمتابعة أحداث وما يدور من تحدي ومنافسات هنا في ميدان الشحانية عاصمة الأصالة، والتواجد هنا في هذه اللحظة من كل الأخوة الملاك والمضمرين. شوطنا يسير وتسير معاه مشاهدينا الأمال الأخرى المتجددة هنا والتطلعات الجميلة. صدارة الشوط نحتل الشرود في هذه اللحظات لسمو لسعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة الثاني اللي تحتل صدارة الشوط، يضمر الشرود راشد بن بطي الزعبي بينما المركز الثاني. من الجانب الآخر هناك تغطية احتل ثاني المراكز لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم، وفي التضمير المتحدي سالم بن سعيد بن ملانه السويدي نهنيه على الفوز بالمركز الأول والمركز الأول أيضا في الشوط الأول والشوط الثاني في هذا الصباح. جملة المركز الثالث نتابع هناك ثالث المراكز ونشاهد عواصيف، هنا تأتي عواصيف لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم، وهذه الاندفاعة على هذا الموقع. التضمير محمد بن عبد الله بن حميدان هو من يقوم بعملية التضمير والمتابعة والمراقبة. نقله إلى المركز الخامس، هناك شعار ملحان بن راشد بن حبيبة هو من يحتل المركز الرابع في هذه اللحظات يا الحبل الكريم، وهذه هي الكلاسة تأتي في المركز الرابع. بينما نأتي بأعد هذه المراكز والمواقع، وهناك على الشاشة أيضا لحظات التكريم وتكريم بمادة الزعفران التراثية من ذر لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد الهيان الذي فاز في الشوط الماضي. هنا العودة إلى الشوط لنتابع المركز الخامس، هناك ملهمة والتابع لهجن العاصفة. مشاهدين الكرام، من تحتل المركز الخامس مع الواثق حمد بن راشد بن غدير. هذه النتيجة لبداية الانطلاق، هذه البداية لثمانية كيلومترات مشاهدينا الكرام، ولكن الكل هنا يبدأ بالاستعداد، يبدأ بالانطلاق والتحدي في هذا الصباح الجميل. عودة إلى صدارة الشوط والتغيير المقدم هنا من خلال وجود تغطية على المركز الأول، غيرت واحتلت صدارة الشوط. احتلت صدارة الشوط تغطية لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم لتحتل الصدارة والاندفاعة الأولى لهذا الشوط. التضمير لدى المتحدي سالم بن سعيد بن ملان السويدي، خذ المركز الأول بتغطية، ووجود تغطية أكيد بلا شك إعلامية لهذا المهرجان. المركز الثاني نتابع المركز الثاني، الشرود لسعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة الثاني من تأتينا في المركز الثاني، وهناك راشد بن بطي الزعبي من يضمرها. احتلت المركز الأول، عادت إلى مقدمة الشوط، احتلت المركز الأول أيها الحبل الكريم. المركز الثالث نتابع المركز الثالث، عواصيف من الجانب الآخر هناك، يا سلام، عواصيف لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم، احتلت المركز الثالث، يضمرها محمد بن عبد الله بن حميدان بالفعل راقي المضمرين في أولى انطلاقاته في هذا الصباح. نقلة إلى ملهمة اللي احتلت المركز الرابع، ملهمة التابعة لهجنة العاصفة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، والواثق متواجد حمد بن راشد بن غدير، يا سلام، في انتظار هذا المساء اليوم. المركز الخامس، هناك المركز الخامس، لا زالت كلاسة تتواجد في خامس المراكز لملحان بن راشد بن حبيبه، هو من يشارك في هذا الانطلاق وهذا التحدي. هذه الخمسة مراكز الأولى
هذا هو الاندفاع الاول لهذا الشوط مشاهدينا الكرام، وتحديات بالفعل الختام هنا في الشحانية 2010. انتظار المساء في هذا المساء اكيد بلا شك هناك الكل، والكل هنا حاضرا لمشاهدة ومتابعة احداث المساء. بالفعل هناك يوم يأتي من هذه الايام الشلفة المسائية في هذا المساء، ستكون لمن اذا المساء، ولكن مع انطلاقة الشوط ومع الشرود لا زالت الان في صدارة الشوط، الشرود لسعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة الثاني من تسيطر على المركز الاول، وراشد بن بطي الزعبي هو مدير عمليات تضميرها يحتل صدارة الشوط ويندفع الى الامام، والى الامام سري الزعبي هناك على صدارة الشوط على المقدمة وعلى المركز الاول. اكيد بلا شك الكل يعشق هذا الموقع، الكل يعشق هذا المركز، مركز جميل ومركز يعشقه الجميع، الكل يبحث بهذا الناموس عن هذا الموقع. ثاني المراكز هناك نجد تغطية في المركز الثاني اللي اسمه شيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوب، وأكيد تغطية غير في هذا المساء، أكيد تغطية غير. يا سالم يا بن سعيد يا بن منانة يا السويدي احتلت المقدمة لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم المركز الثاني، وسالم بن سعيد بن منانة السويدي المتحدي يتواجد بتغطية في ثاني المراكز. هناك أيضا لحظات المرور للثلاث المراكز الأولى من أمام الأخوة الجماهير والمتابعين هنا والحاضرين في ميدان الشحانية في هذه اللحظات. التكريم إذن ينتهي من خلال هذه اللحظات، ولكن الناموس مستمرا مع كل الأسماء وكل التحديات وكل العمالقة. ملهمة في المركز الثالث، ملهمة لهجن العاصفة تحتل المركز الثالث، يضمرها الواثق حمد بن راشد بن غدير خذ المركز الثالث. المركز الرابع الآن نشوف ونشاهد عواصيف لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم من يحتل المركز الرابع، ومحمد بن عبد الله بن حميدان الفلاسي بالفعل الراقي اللي يتواجد على رابع المراكز في هذه الأثناء. المركز الخامس نقلتنا مشاهدينا الكرام إلى خامس المراكز، هناك اسم جديد يتدخل هذه السياد وتعود ملكيته لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني التضمير لناصر بن مسفر الشهواني اللي يحتل خامس المراكز. هذه الخمسة المراكز الأولى المتقدمة من خلال هذا الشوط وتواجد هذه الاندفاعات. أكيد هناك أسماء كبيرة مشاركة في هذا الانطلاق، ولكن ننتظر متى التقدم ولحظات الناموس. لحظات الناموس أكيد بلا شك صعيبة، ولكن هنا المشاركة للبحث عن هذا الموقع، للبحث عن هذا الناموس، عودة إلى الصدارة، عودة إلى الشرود اللي شردت بناموس هذا الشوط حتى هذه اللحظات لسعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة الثاني اللي على صدارة الشوط على المقدمة على بداية مشوار لقب لهذه الانطلاقة. التضمير لدى راشد بن بطي الزعبي اللي يحتل معاها المركز الأول يتابعها بكل مشاعره بكل أحاسيسه الآن في هذا الاندفاع. المركز الثاني نقلة مشاهدين الكرام إلى المركز الثاني، هناك هل من تغيير، ولكن تغطية لا تزال في هذا الموقع، تغطية لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم لا زالت في ثاني المراكز ومحافظة على هذه البداية الصحيحة، البداية السليمة مع سالم بن سعيد بن منان السويدي احتلت المركز الثاني. المركز الثالث هناك بدأ الزحف، بدأت ملهمة تغير النتيجة، تحتل ثالث المراكز لهجن العاصفة والتضمير لدى الواثق حمد بن راشد بن غدير في المركز الثالث، بينما المركز الرابع وصلت الآن واحتلت المركز الرابع وهنا التابع الهجن الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة هذه الشايبة ولا مياسة وتحتل هذا الموقع. التضمير لدى الشاطر سعيد بن شطيط الوهيبي وعواصيف في خامس المراكز لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم، واكيد الكفه مليئه بالترشيحات، وهنا محمد بن عبد الله بن حميدان في تضميره. هذه الخمسه المراكز الاولى تستمر في التغيير، تستمر في الادلاء برأي هذه الاخوه او هؤلاء الاخوه المضمرون، ولكن الصداره لا زالت هناك على المقدمه. بالفعل الناموس والتحدي، الناموس والتحديات اكيد مطلوبه من كل المتابعين وكل المضمرين، ولكن الشرود
من تسيطر الشروط لسعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة الثاني. هي من تسيطر تقود هذه الأسماء وهذه المجاميع صباح هذا اليوم الخاص بالكبار، بداية يوم الكبار، بداية يوم التحديات الأخيرة أكيد في هذا المهرجان. الشروط لسعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة الثاني، وهناك راشد بن بطي الزعبي من يدير عمليات تضميرها، هو من يبحر بالناموس. 2 كيلومتر هي المتبقية والمسافة القليلة المتبقية، مضى منها 6 كيلومترات، 2 كيلومتر تبقى وبدا الزحف، والزحف لا زال مستمرا، لحظات التحدي لا تزال مستمرة. الكل هنا يبحر، يبحر ليبحث عن الناموس. تغطية في المركز الثاني لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوب سالم بن سعيد بن ملان السويدي، ولكن التغيير من مياسه، مياسه احتلت المركز الثاني التابعه لهجن الرئاسه بدوله الامارات العربيه المتحده، وسعيد بن شطيط لوهيبي هو من يدير عمليات تضميرها، الشاطر هنا في الاندفاع، الشاطر في المحك في الحقيقي في هذا الشوط. المركز الثالث هناك تغطيه لا تزال في صلب الموضوع، في صلب المنافسه لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوب سالم بن سعيد بن ملان السويدي، وملهمه في المركز الرابع هناك هجن العاصفه متواجده الواثق حمد بن راشد بن غدير، والعيون بدات تزيد في المراقبه، الكل يراقب هنا من يحقق الناموس، من يحقق الناموس. واللي وصلت في المركز الخامس الشايبه التابعه لهجن الرئاسه بدوله الامارات العربيه المتحده خلفان بن محمد بن خصيب الظاهري من يدير عمليات تضميرها هنا الشديد. يا سلام الله، عوده الى الصداره، عوده الى قمه الشوط، قمه ثلاثيه على الصداره في هذه اللحظات الجميله الرائعه. يا سلام ثلاثيه القمه، ولكن الشرود 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 الشرود، من تسيطر الشرود هنا في هذه اللحظات لسعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة الثاني. ولكن نقول خلاص 800 متر الأخيرة، يا سلام يا سلام الله، بدأوا الجماعة كلهم جايين، لكن الشرود مسيطرة، الشرود مسيطرة، ولكن الشايبة، الشايبة قادمة بكل قوة، الشايبة تحتل المركز الثاني، الشايبة، ولكن الشرود، الشرود أشوف أن شوطك، الشوط شوطك الزعبي، الشوط شوطك الزعبي في هذه اللحظات. الشرود مشاهدينا الكرام لسعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة آل ثاني هنا في هذه اللحظات، صاحبة الشلفة في الموسم الماضي، الموسم المنصرم مع راشد بن بطي الزعبي. يا سلام، تهانينا والناموس في مهرجان التحدي بالفعل. هذه الشروط شردت الشروط بناموس هذا الشوط، هذه الشروط، هنا الكفاءة القوية، هنا الأداء المميز. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة آل ثاني على فوز الشرود. من ليس له ماضي فليس له حاضر ولا مستقبل. تهانينا والناموس، وتهانينا يضمنها راشد بن بطي الزعبي اللي قدمها للجماهير في هذا الصباح الجميل. هذه لحظات وصولها مشاهدينا الكرام من امام كل الجماهير والمتابعين في هذا الميدان. تهانينا على هذا الفوز. المركز الثاني هنا تاتي شايبه لهجن الرئاسه بدوله الامارات العربيه المتحده. المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. المركز الرابع هناك هجن العاصفه، والمركز الخامس لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم اللي تاتينا في المركز الخامس. هذه النتيجه اذا مشاهدينا الكرام، ولكن الشوط ينتهي بفوز الشرود في بدايه الانطلاق، وهي تقوم منذ البدايه تحتل الصداره، تنافس على البدايه 8 كيلومترات تنهيها الشرود من بدايه مشوارها، بدايه انطلاقتها حتى هذه اللحظات. الشرود لسعاده الشيخ خليفه بن محمد بن خليفه الثاني بالفعل من بداية الشوط حتى هذه اللحظات، وحتى عبرت خط النهاية هي بالمركز الأول بالاندفاعة المميزة، الاندفاعة الرائعة. هنا لحظات الإعادة في 13 دقيقة 8 ثواني 11 جزء من الثانية وتوقيت الزمني. تهانينا لمضمرها راشد بن بطي الزعبي، والشوط بالفعل قطري بين مثاري المراكز. هنا وصلت الشايبة تابعة لهجن الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمضمر خلفان بن محمد بن خصيب الظاهري 13 دقيقة 13 ثانية و20 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. بينما صاحبة المركز الثالث مشاهدينا الأعزاء تصل في هذه اللحظات الشاهينية اسمه الشيخ حمدان بن رايد المكتوم 13 دقيقة 16 ثانية و6 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز. تهانينا أيضا لمضمرها فيصل بن طالب بن شريم المري. كانت هذه النتيجة مشاهدينا الكرام
لهذه الانطلاقات.